مساء الخير للجميع واهلا وسهلا فيكم. نطلب من ضيوفنا من الغربي اهلا وسهلا فيكم كمان تاخذوا محلاتكم. اهلا وسهلا بالضيوف، اهلا باعضاء ونواب رئيس المجلس المحلي مع حكم الاوقات، اهلا بالشعراء المحليين والضيوف الكرام، اهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم كثير فرحين بوجودكم معنا في امسيه مميزه مع شعراء مميزين، وهي طبعا افتتاحيه لفعاليات المركز الثقافي الجديد مع طاقمه الجديد مع الاداره الجديده. طبعا بدي اشكر الشباب الصغار اللي عازف العود رعنان حلبي بيطلع لي بطل حلو، ريان نصر الدين عازف الايقاع كلام، واسمع نصرنا فراس نصر الدين عازف الاربول. شباب الزراعة نتمنى لهم طبعا التقدم والنجاح. اسمحوا لي كمان بمناسبة كمان ادعي صديقي ونائب رئيس المجلس المحلي المسؤول عن ملف التربية اللامة النهجية في المجلس المحلي الزميل منصور ربي في الأخير. مساء الخير للجميع. كلمة قصيرة عشان تعلقنا شوي ثقافتنا التعاونية. على كل الأحوال شكر للمبادرين وخاصة إيميل مدير المركز، يعطيك العافية إيميل. إن شاء الله الأمسية تكون افتتاحية ناجحة لأمسيات